عليكم وصبحكم الله بالخير وحياكم الله في تغطية جديدة. تغطيتنا اليوم راح تكون إلى الحرم المكي الشريف لأداء صلاة الفجر. لا تنسون في هذا اليوم وفي كل يوم أكثروا فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني ما شاء الله هذا فندق انفينيتي طريق اجياد باتجاه الحرم. نشاهد اعداد بسيطة على اليمين مدخل الى شارع بير بليلة. هذه الحافلات محملة بضيوف الرحمن وراح توقف في مواقف ريع بخش. نشوف القادمين من شارع بير بليلة. هذا شارع بير بليلة ما شاء الله ما شاء الله من أمام فندق الشهداء. بدأت الأعداد تزداد. هذه مواقف ريع بخش للحافلات للي ساكنين في أجياد كدي وشارع إبراهيم الخليل والفنادق في حي النسيم. كلها توقف في هذه المواقف وبعدها تمشي إلى الحرم مسافة 5 دقائق. اللي يشوف الناس ما شاء الله أعداد ضيوف الرحمن. صور جميلة في هذا الصباح الجميل. ما شاء الله الأجواء معتدلة. أبغى أوريكم، شوفوا المحلات كيف تقفل المحلات. ما شاء الله أبغى أوريكم كمية الأمان، كمية الأمان. شوف الناس كيف تقفل محلاتها، تقفل محلاتها بالشراشف هذه. خلاص الحين قفل محله، آمن راح ينام ومبسوط ومحله في أمان. ما شاء الله تبارك الله. وبعدين في شارع حيوي. اللهم لك الحمد على نعمة الأمن والأمان. أمام فندق إلاف المشاعر ومكارم أجياد. ما شاء الله بدأت الأعداد تزداد. نشاهد أعداد كبيرة ما شاء الله وباقي تقريبا نصف ساعة على أذان الفجر. ونشوف القادمين من أجياد المصافي. وهذه المنطقة أكبر تجمع لضيوف الرحمن. يبدأ التجمع في هذه النقطة للقادمين من أجياد كدي والقادمين من مواقف ريع بخش والقادمين من أجياد المصافي.
وما شاء الله نشاهد الكثافة العددية الآن باتجاه الحرم، تقريبا 3 دقائق وأنت في ساحة الحرم المكي الشريف. وصلنا الآن إلى منطقة الأبراج، فندق دار الإيمان والصفوة رويال. في هذا المكان يكون في صفوف للمصلين، إن شاء الله يمدينا على السطح ولا سطح الحرم ولا الدور الأول. شوف هذه منطقة مصليات، وهذه الناس القادمين من أجياد فدي للحرم. اقتربنا من ساحات الحرم. هذا طريق أجياد الدور الأول، وندخل على ساحات الحرم. ما شاء الله تبارك الله، باب الملك عبد العزيز. ارفع ايدي بقى بالتليفون عشان تخلي بالك. التليفون في ايدي اهو. ليه ما شاء الله، شوفوا والله صورة جميلة لضيوف الرحمن. ما شاء الله ما في ازدحام، حركة انسيابية ما شاء الله. هذا مكان دخول المعتمرين، وراح ندخل على سطح الحرم والأدوار العلوية. ليه ما شاء الله، شوفوا حركة الساحات ما شاء الله انسيابية بالكامل. والدخول على الأدوار العلوية مفتوح قبل صلاة الفجر بتقريبا 10 دقائق. مصليات سطح الحرم ما شاء الله. ما شاء الله قبل صلاة الفجر بربع ساعة. هذه صور جميلة من سطح الحرم. بعد انتهاء صلاة الفجر نخرج معكم إلى الساحات، وقبلها نشرب ماء زمزم. ماء زمزم لما شرب له. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا الطائفين، وشوفوا صحن المطاف ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، بالله يشوفوا الازدحام في صحن المطاف.
لحظة، أجمل شيء تطوف في سطح الحرم بعد صلاة الفجر، ما شاء الله. وهذه الأجواء الجميلة ما شاء الله مع ضيوف الرحمن، ما شاء الله تبارك الله. والصبح إذا تنفس، ما شاء الله تبارك الله. شفنا معكم صحن المطاف ومطاف سطح الحرم، راح ننزل على الساحات الخارجية. وهذه مشارب زمزم في الساحات الخارجية، ما شاء الله الناس مستمتعة بهذه الأجواء. الآن نخرج على طريق أجياد، فخلوكم معنا. ونخرج الآن على طريق أجياد. ما شاء الله أجمل طفلتين في ساحات الحرم. شوف الساحات ما شاء الله تقريبا شبه فاضية، فقط أعداد بسيطة من ضيوف الرحمن في الساحات، وما شاء الله الحركة حركة انسيابية ما شاء الله. ولا زلنا نشاهد أعداد كبيرة من المعتمرين. وهذا باب الملك عبد العزيز، ونشاهد الكعبة ما شاء الله من باب الملك عبد العزيز. ومن الساحات الخارجية نشوف الكعبة ما شاء الله. شوف هذه القادمين من أجياد السد، هذه الساحات كما تشوفون، هذه القادمين من الدور الأول، ما شاء الله تبارك الله. صورة جميلة هذا الصباح. هذه الساحات الخارجية في طريق أجياد السد وأجياد كدي.
معقولة وين راحت الناس؟ هذه أجياد المصافي كان ازدحام فيها شديد ما شاء الله، الآن حتى المصليات توصل إلى هذا الطريق الآن ما شاء الله ما في أحد أو أعداد بسيطة من أمام زوار البيت وفندق الفجر البديع 2 وفندق أمجاد الجزيرة. ونخرج الآن على أجياد كدي باتجاه مسجد النافع، وعلى اليمين مواقف ريع بخش. وإلى هنا تكون نهاية تغطيتنا لهذا اليوم، أتمنى أنها نالت على استحسانكم ورضاكم، نعدكم بتغطيات أفضل في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.